مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله ومساء الفل على حضراتكم. منورين ومشرفيني دايما كالعادة في بيتكم الأهلي والأهلي الليلة، زي ما احنا متعودين مع حضراتكم. النهاردة كمان حلقة دسمة جدا جدا جدا، وكمان بعد الحلقة في ماتشات في منتهى الروعة. برشلونة النهاردة مع ليون الفرنسي، وأكيد مباراة اللي بنستناها كلنا كمصريين، ليفربول مع بايرن ميونخ والنجم العالمي محمد صلاح. هنتكلم كمان عن محمد صلاح لكن مش دلوقتي، هنتكلم عليه مع ضيفي الكريم اللي هيشرفني إن شاء الله بعد قليل. حلقة النهاردة هتكون أقول لكم أخبار الأهلي زي ما احنا متعودين، تدريبه اللي حصل فيه، وكمان الأسطورة أو أسطورة التدريب الأهلاوية مانويل جوزيه. النهاردة كان مشرف ومنور استاد التتش أو ملعب التتش بيؤازر فريق النادي الأهلي، وهنتكلم عن الخبر بالتفصيل. لكن هقول لكم الأخبار، بعد الأخبار هيكون معاكم النجم أحمد فوزي نجم الأهلي السابق في ضيافة زميلي العزيز محمد سعيد، وهيكون معايا بعد أحمد فوزي أحمد أسامة. عارفين أحمد أسامة طبعا، أحمد أسامة من محبين الأهلاوية اللي بيحاربوا عشان النادي الأهلي، الرجاله بتوع النادي الاهلي في كل مكان في السوشيال ميديا زي ما متعودين مع حضراتكم. كل اسبوع بنقدم راجل اهلاوي ونموذج اهلاوي ومشرف على السوشيال ميديا، وان شاء الله يكون ليهم دور قريب جدا معانا في سياسه القناه زي ما احنا قلنا لحضراتكم قبل كده. الحلقه هتكون تحت شعار هيقفلوا اكونتاتكم، هنقول لكم اهلا وسهلا بيكم في قلب قناتكم، ما تخافوش، والاهلي دايما صوته موجود في قناته في كل مكان، الاهلاويه بينوروا اي مكان بيكونوا فيه. ان شاء الله تكون حلقه دسمه جدا، هيتكلم فيها زي ما انتم عارفين قذائف احمد اسامه، ان شاء الله تكون قذائف هادفه كالعاده وكشكل من اشكال الاهلاويه. اتكلمنا قبل كده الاسبوع اللي فات مع شريف جمعه، وقبل كده مع قيشو وكريم اتكلمنا، وفارس اتكلمنا مع كل رجاله الاهلي. وان شاء الله كل اسبوع هنقدم نموذج من اللي انتم بتحبوهم واللي انتم بتستنوهم، ونكون دايما عند حسن ظنكم زي ما متعودين مع حضراتكم. اقول لكم يلا الاخبار بسرعه عشان وقتنا زي ما بقول لحضراتكم ان شاء الله تكون حلقه دسمه جدا. النهارده وليد سليمان بيواصل اداء تدريبه. اكيد وليد سليمان وحشنا كلنا من مباراه الثوره اللي فاتت لغايه النهارده. وليد سليمان مصاب بجزع في الرباط الداخلي، جزع الرباط الداخلي بقى صعب جدا يا جماعه، مش سهل علاجه، بياخد وقت طويل جدا. وليد سليمان ان شاء الله يكون خلاص بيقارب على انتهاء الفتره التأهلية بتاعته، إن شاء الله يكون متواجد بشكل رسمي في صفوف النادي الأهلي في المباريات القادمة. النجم الكبير جدا جدا وأسطورة التدريب الأهلاوي مانويل جوزيه ومعشوق الجماهير الأهلاوية كان النهاردة في تدريب النادي الأهلي في ملعب التتش لمؤازرة فريق النادي الأهلي في مباراة الهامة جدا إن شاء الله يوم السبت في السادسة مساء ببرج العرب، الأهلي وشبيبة الثورة الجزائري. ماتش مفيش، كلنا أمل وكلنا ثقة في رجالتنا في النادي الأهلي. المباراة اللي فاتت أنا قلت لكم قبل كده، وكنت معاكم قبل المباراه بيومين، وقلت لكم ان الاجواء الافريقيه مختلفه تماما، مختلفه تماما، ملهاش اي يعني ملهاش اي شكل، تبقى انت فايق جدا ورايح ومركز تنزل الاجواء الافريقيه دي ما تعرفش ايه اللي بيحصل لك. احنا كلاعيبه كوره اجواء مختلفه، احنا كلاعيبه مش عارفين مش فاهمين ايه اللي بيحصل لما بننزل ملعب جو غريب جدا واكسجين ناقص ورطوبه عاليه جدا، واجواء بصراحه بنحاول ان احنا نتعايش معها لكن بتحتاج فتره كبيره جدا عشان تتعايش معها. بطوله مثلا تلاقوا مثلا الفريق القومي المصري في بطوله كبيره بيدخل في الاجواء الافريقيه، لكن فرق اهلي زمالك ايا كان بتبقى رايح مش عارف هتعمل ايه. الاهلي باسمه الكبير جدا في مباراه سهله جدا لو اتلعبت 60,000 مره الاهلي هيكسب، لكن الاجواء الافريقيه مختلفه تماما. ومعلش ان شاء الله المباراه اللي جايه نعوض، وان شاء الله الاهلي يتصدر هذه المجموعه، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله يكون الكاس الافريقيه متواجده داخل الجزيره باذن الله باذن الله. عشان كده مانويل جوزيه المدرب الكبير جدا النادي الاهلي واللي حقق معاه بطولات لا تحصى ولا تعد، وكانت فتره ذهبيه من فترات النادي الاهلي اللي كلها ذهب بصراحه، كان